اخواني والله حقيقه بغيت تسمع كل اللهجات العمانيه تعالي للعاصمه مسقط، لانه كل العمانيين يتجمعون فيها. تدخل مطعم تسمع من يمين مو حالك حلفان مو صحتك يا عيانك، من يسار تسمع كيف حالك يا مسله كيف كون، قدام تسمع ها ما كنك، من ورا تسمع ضرب عرسي حمد فؤادي، تسمع من هناك قرب يلس ضرب ما يستوي يا ريا. كل اللهجات العمانية تتجمع في العاصمة، تتجمع في أمنا مسقط. أغيب من أغيب؟ مطيقك مطيقك روح حد يقول لأبو مطيقك؟ أنت مطيقك ما أبوي. أنت تأذن في المساجد أيوة أذن وتقول الله أكبر، وحالق لي تسريحة قزع سكت مو انت تروم تسكت علي حامد تمسك تلفون هذه فيها حكم قضائي راح يا خلي قال والله ما سامحك راح انت الله يبارك فيك يا انور يأذن في جامع الزلفة. حق لا إله إلا الله. تم القبض يا جماعة في محافظة ظفار على آلاف آلاف العمال، مال مني قال لكم حفش بالتريلات وزارة العمل في مختلف ولايات المحافظة، ما في يرحميني هم جزاهم الله خير. قد نبهوا تنبيهات كثيرة يا جماعة اللي كذا كذا يجي تعالوا بنسهل لكم الأمور تعالوا، الحين ما في شخص. أخوي ناصر الحضرمي مدير عام المديرية العامة للعمل حبيت أوجه له كلمة شكر لك أنت وفريقك يا جماعة، الرجال هذا واو ما في واو نية، شركة صغيرة شركة كبيرة والله حتى دوائر حكومية تخيلوا دخلوهن وتم القبض على العمال من داخل. يلا شيل هذا كله، ليش هذا كله؟ لإيجاد بيئة عمل نظيفة خالية من العمالة السائبة وأيضا فرص عمل للعمانيين. الهند اليوم ما عاد خلى شيء، فش كل الوظائف، فالحين يقول لك قانون لله دركم. المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار بقيادة الأخ ناصر الحضرمي حبيت أوجه لك كلمة شكر، شكرا جزيلا. بشتكي في عند المواطنين هذا مدير الجيتور في عمان، ماذا هو؟ حبيبي وين سيارتي؟ سيارتك إن شاء الله قريبة بتوصل. قريب بسرعة أي واحد حاجز إن شاء الله سيارته بتوصل ما راح تتأخر. مشتاق والله سوقه والله بسرعة يا أخي بإذن الله تعالى. قالوا في مفاجأة قريب من الجيتور بإذن الله. إيه؟ بإذن الله. فيه؟ مفاجئتين ثنتين انا بغيت اخبر الناس عني. لا 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 اجمع الفخام طبعا طالبين ان شاء الله بتكون حاضره قريبا باذن الله. جدي احلى واحلى لك احسن احلى ني لبنيني ني لبنيني تركي يقول شوف الفرق بين الشنب التركي والشنب العربي. اي له الله كبير الشنب التركي ريت الشنب الاتراك يخلوك لا. كيف ياكلوا الحين لازم نرفعه رفعه او على جنب او تخلوه على جنب شيء كبير غطى البراطم وغطى كل شيء. نحن العرب نحفه لان انتوا صغير انتوا شنبكم صغير تعتقوه نحن شربنا كبير قزو نحن ايش ترى هذا الشنب اسبوعين ها بروح ما شاء الله هارون اسبوعين بس. تبارك الله لا بس مميزين بالشنب تبارك الله الله يبارك بس حفوا انه برطوم خفوا لانه نحن ستايلنا هيك لا ستايل ما نحب نبين الشف ما شاء الله زبط البروق ما شاء الله. ايش رايكم بحلقه صبح اليوم؟ ترى هذا تدريج وما تدريج متردد يعني شكرا اليوم يومك الصب على مسقط العامرة انها المطر ب
بنعمة الهمر هنا في العامرة مسقط.